ملعب المباراة، عايزين نعرف منك الكواليس وآخر أخبار فرقتنا وبعثتنا هناك في السعودية. بداية يشرفني طبعا كابتن هاني التواصل مع حضراتكم عبر نافذة قناة الأهلي العزيزة، والنهارده كان يوم فاخر طبعا لأنه يا محمود وقف في حتة كويسة، الصوت مش واضح معلش. الأهلي المصري مباراة ما بين بطل إفريقيا واتحاد جد. يا أستاذ محمود وقف في حتة كويسة لو سمحت. اليوم بدأ من الصباح سامعني؟ خلينا كده نعيش برضو الجمهور معانا في الاجواء. من الصباح الباكر اللعيبه بتستيقظ مبكرا بس خليك الساعه 8 الصبح، والافطار برضو بدري الساعه 10، ثم بعد كده يعني بعد الراحه يتم خفيف، والغدا الساعه 2:30 ل 3، بعد كده التدريب بدا النهارده 6:15 لحد الساعه 8. طبعا كان متواجد في الجزء الاول العديد من وسائل الاعلام المهمه العالميه، وهنا اتوقف قدام كابتن اسلام وكابتن هاني اهميه على المستوى الاعلامي. لكن انا اتصور ان اعداد كبيره جدا من منسوبي وكالات الانباء العالميه كانوا متواجدين في مران الاهلي، ومنهم اللي هو اسرع بعد كده نحو مران اتحاد جد للحاق به، وده بيؤكد طبعا على قيمه الحدث وقيمه الاهلي. بعد المران الخفيف زي ما حضرتك ذكرت تم تفقد ملعب الجوهره، وناس كتير جدا يا كابتن هاني بتسال عن هو ليه الاهلي ما اتمرنش على الملعب الرئيسي في استاد الجوهره؟ لا كلها تهيألي. الحقيقه برافو يا كابتن اسلام، الحقيقه انه دي قاعده البطوله او اللجنه المنظمه ابلغت الفرق كلها الموضوع ده من بدري، ان كل الفرق هتتمرن على ملعب الفرعيه او ملعب اتحاد جده مثلا او اهلي جده دون النزول لملعب الرئيسي ملعب الجوهره. ليه؟ للحفاظ طبعا على الانجليزي الملعب اللي كان النهارده بيخضع لفحوصات دقيقه للغايه، وكمان الاجهزه اللي هي اجهزه الاشعه زي ما تقول كده الاشعه الشمسيه على النجيله نفسها علشان يكون النجيله في افضل حال بكره ان شاء الله. كل الناس كانت طبعا مبسوطه بارضيه الملعب، وعشان كده امام مباراه كبيره. طبعا فتح كل الانظار النهارده كالعاده. صحيح كابتن محمود الخطيب دايما بيساند الدور اللي حواليه وبيعلم اللي حواليه، وكان الراجل مبتعد عن كل التفاصيل. النهارده بيتواجد في الملعب ملعب التدريب لشد من اجل اللعيبه، واتكلم معاهم لبضع دقائق قبل التمرين، واكيد حضراتكم تابعتوا الكلام ده. لكن اللعيبه طبعا كلها بتستقبل كلام كابتن محمود الخطيب بمزيد من الاهتمام والوعي والثقه كمان، عشان انت تتكلم عن اسطوري كبير مش مجرد رئيس. كل اللعيبه الحمد لله بحاله صحيه بدنيه ممتازه، الحمد لله مفيش اي شكوى من اي نوع، وده يؤكد لك او الحمد لله يبشرنا ان الفريق كله جاهز بمشيئه الله. النهارده كهربا هو حديث الكل، يعني تصريحات كهربا حديث الجميع. الاسلام يعني بعد تصريحاته للصحفيين، انا كنت واقف مع كهربا وتحدثنا معاه حول المباراه، وكان موجود عدد من الصحفيين السعوديين بكثافه، منهم برضه لحد لاعب كهرباء او لاعب كهرباء الى حد ما للحديث عن اتحاد جده وقدره اتحاد جده على فوز على الاهلي. وقال له انتوا خايفين من الاهلي من اتحاد جده؟ كهرباء رد بمنتهى الشجاعه والسلطه وقال الاهلي ما بيخافش من حد، اي فريق هو اللي ممكن يخاف من الاهلي. تصريحات طبعا تصريحات كل الاعلام السعودي اهتم بيها خلال الساعات الاخيره. نفس الامر بالنسبه لكولر اللي اكد ان المباريات لا تحسن بالاجانب، التصريح ده برضه كان مصدر اهتمام عدد كبير جدا من الصحفيين السعوديين بعد مرار الفريق في الارض. في الجانب الاخر عشان برضه يبقى مغطينا كل الجوانب، يعني في حاله من الارتياح لدى معسكر اتحاد بعد عودة المهاجم المغربي حمد الله، رغم ان هو ممكن ما يبداش اساسي وجود بنزيما طبعا، لكن وجوده في حد ذاته يديهم برضه بعض الاريحيه، و يعني في فرصه ان هو يشارك في المباراه. بصفه عامه زي ما اكدنا امبارح كابتن هاني وكابتن اسلام، اتحاد جده بيعج بالنجوم، والاهلي كذلك عنده مجموعه رائعه من النجوم، واحنا امام مباراه كبيره، وانا تحت امركم في اي سؤال. سؤالي احنا كده اتكلمنا عن المباراه اللي في الملعب، المباراه اللي خارج الملعب،
ويمكن انت يعني اتكلمت عن هذا الامر امبارح وقلت تقريبا 16,500 من ساعه الاستاد هتكون لجماهير النادي الاهلي، هل في جديد في هذا الامر؟ لا يا كابتن اسلام، انا قلت 16,500 ده اللي احنا ضامنينهم في جيبنا كنادي اهلي. اه بالظبط بالظبط. العدد هيزيد عن 25,000 وانا ما زلت عن كلامي، بل بالعكس على فكره تصريحات المحاضرات امبارح يا كابتن اسلام بعض الزملاء الصحفيين السعوديين اتناقشوا معايا فيها النهارده. ايوه. ويعني كانوا برضه على نفس النقطه، نقطه الجمهور. وانا الحمد لله اللي بادلت عند رايي وعند كلامي، بكره انتظروا لوحه فنيه مبهره من جمهور الاهلي في مدرجات. قول لنا طالما عندك معلومه انت مش عايز تقول لنا يعني يا محمود. ما هو الكلام اللي انت بتقوله ده، انت الكلام اللي بتقوله ده اكيد فيه مفاجاه هتحصل وانت عارفها، طب ما تحكي لنا احكي لجمهور الاهلي. ربط جمهور الاهلي. ايوه. في جدة عاملة شغل محترم وعاملة دخلة محترمة جدا وتنظيم احتفالات أو أغاني يعني بشكل لائق يليق بالأهل وجمهوره. عندك فكرة الدخلة عاملة إزاي؟ لا لا مش عاوزين نحرق الناس شغلهم. أنا مش سامع معلش. عندك بقولك عندك فكرة مش عاوزين نحرق الناس شغلهم. أنا كنت بتحدث مع بعض منهم يعني والناس بتتكلم بدون تفاصيل، والله ما قالوش التفاصيل ليا، لكن كل كلامهم انه في حاجه مختلفه موجوده بكره. اوكي. وكمان الاختلاف جاي من فكره العدد كمان يا كابتن اسلام، انه الناس كلها كانت متخوفه ان الاتحاد او جمهور اتحاد جده يسيطر على مدرجات استاد الجوهر. لكن الوضع الحالي فعلا ان انا اؤكد لك عليه الان انه لا، مفيش سيطره على جمهور اتحاد جده بكره ان شاء الله. جمهور الاهلي متواجد وباعداد محترمه جدا يا رب ان شاء الله. كمان بعثه الاهلي متمثله في المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه وكل مسؤول النادي الاهلي اللي معاه. بصراحه مجموعه عمل يا كابتن اسلام يا كابتن هاني محترمه تليق بالاهلي ومكانته وادارته. شعبه نشاط متابعين كل التفاصيل الصغيره والكبيره. واللي يعجبني جدا في الحدث اللي احنا فيه يا كابتن اسلام، الحمد لله في تقارب ما بين الاداره وما بين الجمهور، كل المشكلات بتتحل سريعا، في تواصل بشكل رائع مع الجماهير، التذاكر الحمد لله الامور ميسره، فكل الطرق بتؤدي الى نجاح المباراه ونجاح الاهلي في فكره التواجد بشكل يظهر بمكانته. محمود برضو عايز اسالك فيما يخص، لانه احنا من الصبح يا كابتن هاني يا محمود بنسمع اخبار كتيره جدا متداوله فيما يخص ان هناك مفاجآت كبيره جدا في تشكيل النادي الاهلي، ويعني حتى هناك البعض اتكلم على ان من الممكن جدا ان نجد احد اللاعبين موجود، هل من الممكن ان نرى بكره مفاجآت في تشكيل النادي الاهلي؟ شوف يا كابتن اسلام، انت راجل موجود في المجال بقالك سنين طويله وهتقدر اللي انا هقوله ده. في فرق ما بين الخطه والمعلومه. محدش يقدر يقول لك دلوقتي كولر. برافو عليك، ما هو ده اللي انا عايز اكد عليه. على السبوره، ايه اللي حطه على السبوره بالظبط؟ لكن تشكيل الاهلي في اعتقادي مش هتلاقي فيه مفاجات كبرى بكره. صحيح. التشكيل المشاهد الكريم اللي بيتفرج عليك دلوقتي انت والكابتن هاني، التشكيل اللي في دماغه هو اللي هيكون موجود بكره، الا وهو التشكيل المعتاد الاهلي. الرباعي الدفاع اللي انت عارفه وكل الناس عارفاه هو اللي هيلعب بكره بنسبه كبيره. تغييرات بكره يا كابتن اسلام هتكون في عنصر واحد ربما على الاكثر، يعني اذا ما كانش يكون في تغييرات خالص هيكون عنصر واحد بكثير في نص الملعب. غير كده التشكيل هو المعتاد للاهلي. اهم حاجه بكره، اهم من التشكيل واهم من التبديل، هو روح الفنانه الحمراء اللي الناس كلها خايفه منها هنا يا كابتن اسلام. وانا بقول الكلام ده بامانه والله وبدون اي مبالغه. ايوه. جمهور اتحاد جد ونجوم صفقات جد وكل معسكر اتحاد جده، انا كنت بتحدث مع الصديق العزيز الاستاذ احمد العجلان، ده صحفي سعودي كبير وكان موجود في معسكر اتحاد جده، وبعد كده قابلته بعدها. قال لي بشكل واضح انه اتحاد جده اول مره يشوف اتحاد جده مركز كده لعيبه. ده احتراما للاهلي، ده رقم واحد. رقم اثنين وده الاهم، انه قوه الاهلي في روحه، وده اللي بيخوف منه معسكر اتحاد جده. ايوه. لعيبة الاهلي لازم تعرف ان المنافس دايما مهما كانت قوته هو رفيق من روحه واصراره. اوكي. فاحنا الحمد لله ثقتنا كبيره في لعبتنا وان شاء الله يظهروا بكره بالشكل اللائق باذن الله. انا بشكرك جدا يا محمود على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات، ومن السعوديه الى مدينه نصر تقريبا كابتن ناصر عباس ساكن في مدينه نصر ولا اعتقد يعني من السعوديه الى مدينه نصر خلينا